بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، أهلا بكم طلابنا الأعزاء، طلاب الثانوية في كل الجمهورية، طلاب منصة نتعلم. أهلا بكم مع مستر سامع عيد، معلم خبير اللغة العربية. بنتابع مع بعضنا يا شباب تانية ثانوي، بنتابع منهج النحو في درس جديد، جزم الفعل المضارع. جزم الفعل المضارع، والفعل المضارع يا شباب عارفين انه هو معرب، يعني بيترفع ويتنصب ويتجزم. يرفع اذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، وينصب، برافو عليكم، اذا سبقه أداة نصب، أن أو لن أو كي أو حتى أو لام التعليل أو فاء السببية أو لام الجحود أو واو المعية. وقلنا كمان في سنة ثالثة بيديني كلمة اسمها إذا لما تكون جواب في حوار. إذا برضو بتنصب الفعل المضارع. ما علينا، الدرس الجديد بتاعنا النهاردة الحالة الثالثة في إعراب الفعل المضارع بعد الرفع والنصب، جزم الفعل المضارع. جزم الفعل المضارع، بنقول يا شباب ان الفعل المضارع بيتجزم في ثلاث حالات. يجزم الفعل المضارع في ثلاث حالات، بعد ادوات الجزم اللي بتجزم فعل واحد، بعد ادوات تجزم فعلين لادوات الشرط الجازمه، وبيجزم في جواب الطلب. النهاردة مع بعض يا شباب إن شاء الله هنشرح جزم المضارع بعد أداة جزم واحدة، وجزم المضارع بعد أداة الشرط اللي بتجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط لأدوات الشرط الجازمة. ونأجل مع بعض جزم المضارع في جواب الطلب، نخلي له إن شاء الله درس بمفرده، نخصص له درس بمفرده. أولا قبل ما نعرف إيه هي الأدوات اللي بتجزم الفعل المضارع، عايزين نتعرف مع بعض على علامات جزم الفعل المضارع. علامات جزم الفعل المضارع، زي ما عارفين يا شباب الفعل المضارع بيتجزم وليه علامات. علامات جزم المضارع، يا إما يتجزم بالسكون لو كان صحيح الآخر، يا إما يتجزم بحذف حرف العلة وده لو كان معتل الآخر، يا إما يتجزم بحذف النون لو كان من الأفعال الخمسة. كمان مرة، الفعل المضارع يا مستر بيجزم بحذف النون لو كان من الأفعال الخمسة، ويجزم بحذف حرف العلة لو كان معتل الآخر، ويجزم بحذف بالسكون إذا كان صحيح الآخر. يعني ايه يا مستر صحيح الاخر؟ يعني اخره ما فيهوش حرف عله، ما فيش في اخره حرف عله، زي يحرس، زي تحرس، زي يتكبر، زي يكثر، زي يملا، زي يشكر، اي فعل صحيح الاخر يعني اخره خالي من الالف او الواو او الياء، خالي من حروف العله. هنا الفعل اخره صاد، هنا الفعل اخره راء، هنا الفعل اخره راء، هنا اخره راء. لو الفعل في اخره ما فيهوش حرف عله يعني صحيح الاخر، يجزم بعلامه جزم وهي السكون. السكون الظاهر، اقول لتحرص على اسعاد الفقراء. تحرص ده فعل مضارع يا شباب. لا تتكبر على الناس. متى يكثر الماء ينتشر الزرع. نشوف الفعل لتحرص هو مضارع؟ ايوه يا مستر مضارع. طب وبعدين سبقه لام اسمها لام الامر، ودي لام مكسوره، لتكتب، لتجلس، لتتحدث، لتحرص. لام مكسوره في بداية الفعل المضارع بتحول معنى المضارع إلى أمر، أسميها لام الأمر، والفعل المضارع اللي بعدها فعل مضارع مجزوم. لتحرص بتقلب معنى الفعل لإحرص، كأني بقول لك إحرص بالظبط،
يبقى كاني بقلب معنى الفعل الامر، وده صحيح الاخر اروح جزمه، وعلامه الجزم السكون الظاهر على اخره. لا تتكبر، ادي الفعل يا مستر. تسعد، لا تتكبر تسعد. لا اداه شرط، لا مش اداه شرط. لا اداه نصب، لا مش اداه نصب. امال الذي ايه يا مستر؟ لا النافيه؟ قال لي برضه مش لا النافيه، ما بتنفيش حاجه. بيقول لك لا تتكبر، لا تتكبر يعني بيمنعك عن التكبر، يعني بيقول لك امتنع عن التكبر. طالما لا مع الفعل المضارع اللي وراها بتفيد معنى الامتناع والكف، اسمها لا الناهيه. بتعمل ايه يا مستر سامح؟ بتجزم الفعل المضارع. لا تلعب بالنار، لا تشرب الخمر، لا تيأس، لا تسعى في الشر. لا بعدها فعل مضارع، والفعل المضارع ده بيتقلب لمعنى الامتناع، يعني بتديني معنى الامتناع، يبقى اقول عليه فعل مضارع مجزوم بعد لا الناهيه، وعلامة الجزم السكون الظاهر على آخره لأنه صحيح الآخر. لا تتكبر، النتيجة تسعد. الحصة الجاية إن شاء الله هنعرف إن تسعد ده فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب. فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب، هنأجل جواب الطلب شوية. متى يكثر الماء ينتشر الزرع؟ متى أداة شرط، أداة شرط جازمة بتجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. إن من ما مهما متى أين، إن من ما مهما متى أين. درست أدوات الشرط الجازمة دي في سنة تانية إعدادي زمان زمان، بيفكرك بيها وبيزودك عليها. إن من ما مهما متى أين، أينما حيثما كيفما، أيان وأن وأي. كمان مرة، أدوات شرط جازمة بتجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط منهم متى. متى يكثر الماء ينتشر، فين فعل الشرط؟ يكثر. فين جواب الشرط؟ ينتشر. يبقى متى أداة شرط جازمة؟ هتجزم الفعل يكثر بالسكون، وتجزم الفعل ينتشر بالسكون، عشان ده يا مستر فعل الشرط، وده يا مستر جواب الشرط. يبقى فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم السكون. مين هو؟ يكثر وينتشر. مين اللي مجزوم بالسكون ده؟ تتكبر وتسعى. مين اللي مجزوم بالسكون؟ الفعل تحرص، عشان لام الأمر. يبقى من علامات الجزم بتاعت المضارع السكون الظاهر على آخر. من العلامات بتاعت الفعل المضارع أيضا حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. إمتى؟ لما يكون الفعل معتل الآخر. مستر يعني إيه معتل الآخر؟ فكرني. يعني آخر واو أو ألف، ألف لينة ترسم بطة أو ترسم واقفة، مفيش مشكلة، آخره ألف أو واو أو ياء. فعل المعتل اللي آخره ألف أو واو أو ياء ده معتل الآخر، يجزم بحذف حرف العلة. اجتهد، ترى، إن تسعى يعلو، لا تمشي بين الناس بالشر، لا تمشي. نبص للأفعال، الفعل ده كان اسمه ترى، نطقت في اخره ايه؟ ألف لينة يا مستر، ده معتل الآخر بالألف، أجزمه. وعلامة الجزم حذف حرف العلة، وعوض عن الألف دي بفتحة هنا. اجتهد، الجواب، النتيجة، ده مجزوم في جواب الطلب. فين الطلب؟ اجتهد. فين جواب الطلب؟ ترى، ترى ده مجزوم في جواب الطلب، مجزوم وعلامة الجزم حذف حرف العلة. كتبته كده وعوض عن الألف اللي أنا حذفتها بفتحة. طب لو حذفت واو اعوض بضمه، طب لو حذفت ايه اعوض بكسره. يلا نشوف. ان تسعى، ان تسعى، ان اداه شرط جازمه بتجزم فعلين، يبقى تسعى فعل الشرط مجزوم بحذف حرف العين. يعلو جواب الشرط اهو برضو بيتجزم. يعلو كان بيتكتب كده يا شباب، يعلو كان اخر واو، حذفنا منه الواو لان ده جواب شرط مجزوم بحذف حرف العله. لا تمشي، لان هي بتجزم اللي بعدها. لا تمشي مضارع مجزوم وعلام الجزم حذف حرف العله، لانه معتل الاخر، حذفت الياء فعوض عنها بالكسره. يجزم المضارع يا شباب،
يجزم المضارع يا شباب بحذف النون. امتى يا مستر يتجزم بحذف النون؟ لو كان من الافعال الخمسه. فكرني يا مستر سامح، يعني ايه افعال خمسه؟ كل مضارع، كل مضارع اتصل به واو الجماعه، الف الاثنين، ياء المخاطبه. هات مثال يا مستر. تطلبون، تطلبوا مضارع واتصل به واو الجماعه. يتركان مضارع واتصل به الف الاثنين. تتمسكين، تتمسكين مضارع واتصل به المخاطبه. اي فعل مضارع يتصل به واو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطبه هيتجزم بحذف النون. هات مثال عشان افهم يا مستر. ايان تطلبوا العلم تكونوا. ايان دي اداه شرط جازمه، فكرني باداه الشرط الجازمه. ان، من، ما، مهما، متى، اين، اينما، هيزود لي عليهم، حيثما، كيفما، ايان، وانا، واي. واي الوحيده هنعرف اللي بيجي بعديها اسم. الحارسان لم يتركا، الحارسان لم يتركا. ايان تطلبوا، ان تتمسكي، اهي ان اداه شرط جازم، ايان اداه شرط جازم. بتعمل ايه في المضارع اللي بعدها؟ تطلبون، كان اصله تطلبون، راحت فين النون؟ جزمنا بحذف النون يا مستر، حذفنا النون علامه جزم. تكونون جواب الشرط، تكونون راحت فين النون؟ حذفناها. لما احذف النون بتاعت الافعال الخمسه احط بدلها الالف الفارقه بتاعت واو الجماعه. الحارسان لم يتركان، لم بتجزم يا مستر، ايوه بتجزم. يتركان، يتركان بيتجزم بحذف النون لانه من افعال خمسه. ان تتمسكين، تتمسكين راحت فين النون يا ولادي؟ اتجزم بحذف النون لان ده فعل الشرط. تسعدين اتجزم بحذف النون لانه جواب الشرط. يبقى ادوات الشرط الجازمه، ادوات الشرط الجازمه بتجزم فعلين. طب ايه علامات الجزم يا مستر؟ علامات الجزم السكون الظاهر، حذف حرف العله لو معتل الاخر، حذف النون لو افعال خمسه، لو افعال ايه؟ خمسه. يلا بينا يا شباب مع بعض بقى نشوف اول حاله من حالات جزم المضارع. اول حاله من حالات جزم المضارع، يجزم المضارع بعد اداه من ادوات تجزم فعلا واحدا. ايه هي يا مستر الاداه اللي بتجزم فعل واحد؟ قال لي لم، ولما، ولن هي، ولام الامر. لم، ولما، ولن هي، ولام الامر. لم قال لي تفيد نفي المضارع وتحوله الى الماضي ونسميها اداه نفي وقلب. اداه نفي وقلب بتقلب الزمن، بتقلب زمن المضارع الى الماضي. لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. لم يكن له كفوا احد. ممكن كمان يا مستر مع الفعل يكن اروح حذف النون، اروح حذف الايه؟ النون. ولم يكو، ولم يكو. يلا بينا. الفعل المضارع يلد مجزوم وعلامه الجزم السكون، وعلامه الجزم السكون لانه صحيح الاخر، لانه صحيح الاخر. يلد فعل مضارع صحيح الاخر يتجزم بعلامه جزم السكون. طيب ولم يولد، برضه يولد فعل مضارع صحيح الاخر مجزوم بالسكون. ولم يكن، يكن دي كانت اصلها ايه يا مستر؟ كانت اصلها يكون صحيح الاخر يعني هجزمه بالسكون. الله، امال حذفت الواو ليه؟ قال لي الواو اصلا ساكنه، حرف ساكن، يبقى تحذف الواو لعدم التقاء ساكنين. في قاعده في اللغه يا اولادي اسمها عدم التقاء الساكنين. يعني لو جزمت الفعل بالسكون وفي قبل واو او الف او ياء يعني حرف ساكن، لازم تحذف حرف العله الساكن ده. لم يقل، مش يقول. لم يصل، لم ايه؟ يصل. لم يصوم ولا لم يصم؟
لم يصم، لم ايه؟ يصم. بحذف الواو او احذف اليه. لم يبع، لم يبع، او لم اخليها يبيع. قال لي لا 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 مش يبيع خالص، لم يبع. امال وديت الياء فين؟ اتحذفت لعدم التقاء الساكنين، عشان انت حطيت سكون على العين والياء قبلها ساكنه فتحذف الياء. يلا بينا. الفعل ينال، الفعل ينال. لما احب اجزمه هقول لم، ايوه، واحط سكون هنا. طب واسيبها كده؟ قال لي لا، ما هي الالف ساكنه برضه، الالف ساكنه، يبقى اروح حاذف الالف لعدم التقاء الساكنين واقول لم ينل. لم ايه؟ ينل. يبقى اي فعل مضارع هتجزمه بالسكون وفي قبل السكون حرف عله واو او الف او ياء، لازم تحذف حرف العله، لازم تحذف حرف العله. يبقى لم اداه، اداه جزم بتجزم فعل واحد، وبيسموها اداه قلب زمن الفعل المضارع، اسمها اداه نفي وقلب، اداه نفي وقلب، بتنفي الفعل المضارع وتقلب زمنه الى معنى الماضي، تقلب زمنه الى معنى الماضي. لما بتفيد نفي المضارع وتحوله الى الماضي. لما هقول كلا لما يقضي ما امره، كلا لما يقضي ما امره. يعني ايه مستر لما يقضي ما امره؟ يعني لغايه دلوقتي ما قضاش الامر، ما قضاش الامر. زي ما بقول يا اولادي، وصل الطلاب، ولما يصل المعلم، ولما يصل المعلم. يعني ما وصلش لغايه دلوقتي، ما وصلش لغايه دلوقتي، بس هيوصل. يبقى لما دي بتنفي الفعل بس بتحوله الى الماضي. يبقى وصل الطلاب، الطلاب وصل. ولما يصل المعلم الى الان، ولكنه مثلا في الطريق، ولكنه سوف يصل في المستقبل القريب، سيصل. لكن لما اقول ولم يصل، ولم يصل المعلم، معنى كده انه ما وصلش ومش هيوصل، ما وصلش ومش جاي. يبقى لما يصل، لما يصل الى الان. يعني لام الامر بتجعل المضارع يحمل معنى الامر، وبتكون لام مكسوره وبتطلب منك شيء، بتحول معنى المضارع الى امر. لتغفر لنا يا الله. يا مستر واحنا بنؤمر الله؟ ده اسمه امر، غرض الدعاء. غرضه ايه؟ الدعاء. الامر الى الله بيبقى غرض الدعاء دايما. اغفر لنا، ارحمنا، تب علينا، هو ده امر. بس اسمه امر غرض الدعاء، امر غرضه الايه؟ الدعاء. يبقى لتغفر، اللام هنا مكسوره يا شباب. لتغفر، اللام مكسوره وبعديها فعل مضارع هجزمه بعد لام الامر وعلامه الجزم السكون لصحيح الاخر. لتترك الاهمال، لتترك الاهمال معناها اترك الاهمال، لتترك الاهمال معناها اترك الايه؟ الاهمال. يبقى لام مكسوره بتحول معنى المضارع الى امر، تحول معنى المضارع الى امر، اسميها لام الامر وتجزم الفعل المضارع. لنا هي بتنهى عن فعل قبيح، لا تشرب الخمر، لا تلعب الميسر، لا تلعب بالنار، لا تستمع لمنافق. لا ليه؟ ان هي بتعمل ايه؟ بتجزم المضارع. غير للنافية اللي احنا شفناها الحصة اللي فاتت، للنافية بتنفي المعنى فقط، تقول المؤمن لا يكذب، يعني مش بيكذب. المتفوق، المتفوق لا يهمل دروسه، يعني لا مش بيهمل دروسه. يبقى للنافية، للنافية ما بتعملش حاجة في الفعل المضارع، الفعل المضارع اللي بعدها مرفوع. لكن لما هي اللي بتطلب الكف والامتناع بتجزم الفعل المضارع، والفعل المضارع اللي بعديها مجزوم. وهنا الراجل الطيب اهو هيعمل فيا ايه؟ هيفرق لي بين انواع اللامات وانواع اللاءات. اهو هيفرق اهو، بيقول لي فيت اتانسيون، فيت انتبه، فيت اتانسيون فرنسي، بالفرنساوي فيت اتانسيون، انتبه. لام التعليق،
لام الجحود، لام الأمر، لام التوكيد، لام القسم. لازم أفرق بين اللامات دي، بين الايه؟ بين الفايف ال دول. لازم أفرق بين اللامات دول. لام التعليل قال لي ما قبلها سبب لما بعدها، ما قبلها يا شباب سبب لما بعدها، إلا قبلها بيكون سبب لما بعدها. وقلنا المرة اللي فاتت بتديني معنى عشان، بتديني معنى كي، بتديني معنى حتى، ودي بتنصب الفعل المضارع. أنصت، أنصت، ليه أنصت؟ أنصت ليه أنصت؟ كي تفهم، حتى تفهم، عشان تفهم. طالما قدرت أشيل اللام يا شباب وأحط بدلها كي أو حتى أو عشان والمعنى وصل، يبقى دي اسمها لام التعليل وبتنصب الفعل المضارع. يلا بينا تاني يا شباب. انصت عشان تفهم، انصت كي تفهم، فعل مضارع منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. لام الجحود تسبق بكون منفي، ايوه يا مستر، وايه تاني؟ وتدخل على خبر كان، ما كان المعلم ليقصر، ما كان المعلم ليقصر. لام، لام اهي، ودخلت على الخبر بتاع كان. هو فين اسم كان؟ المعلم ده اسم كان، وفين خبر كان؟ ليقصر. وفي قبلها كون منفي، في كان منفية، في كان منفية، في قبلها كون منفي، وتدخل على خبر كان اسمها لام الجحود وتنصب الفعل المضارع ليقصر، يبقى دي اسمها لام الايه؟ اسمها لام ايه يا شباب؟ ايوه مستر، ايوه مستر، اسمها لام الجحود، اسمها لام الايه؟ الجحود، ليقصر. غير لام التعليل، بص عدي يخدعك، ما كان المعلم كسولا ليقصر. لاحظ بقى هنا، هنا ما كان المعلم ليقصر، هنا ما كان المعلم كسولا ليقصر. فين خبر كان حر طليق كسولا؟ اللام ما دخلتش على خبر كان على الرغم ان في وجود كون منفي، بس ما دخلتش على خبر كان، يبقى دي اسمها لام التعليل، لام التعليل. خد بالك من الحته دي، لام الامر تحمل معنى الامر وبتجزم الفعل المضارع وبتكون لام مكسوره لتساعد، لتساعد، لتغفر، لتمشي، لتذاكر، لتنم، لتصم رمضان. جميل، لتصلي الفرائض. اللام مكسوره وبتحول معنى الفعل الى امر، بتجزم الفعل المضارع. لام التوكيد ما بتأثرش في الإعراب، شكرا يا مستر، وأقدر أقول عليها لام مزحلقة. لام التوكيد المزحلقة بتيجي في خبر إن، إن الله لا يغفر. اللام دي مفتوحة، اللام دي مالها؟ مفتوحة. إن الله لا يغفر، إن الله لغفور رحيم، إن الله لغفور رحيم، اسمها لام التوكيد. لام التوكيد ممكن احذفها والمعنى ما يختلش. ان الله يغفر، يغفر الذنوب. عشان كده الفعل المضارع، الفعل المضارع اللي بعدها مرفوع يا شباب. لام القسم تاتي وتتصل بنون التوكيد ويكون الفعل بتاعها مبني على الفتح. والله لافعلن الخير، لاكتبن، لاجتهدن، لاذاكرن. لام مفتوحة، الفعل بعدها بيكون متصل بلام التوكيد. لأجتهدن، لأذكرن، لأذاكرن، لأشربن. والله لأفعلن الخير، لأفعلن الخير اسمها لام التوكيد، بتيجي بعد القسم. بتيجي بعد الايه؟ بعد القسم، باسمها لام القسم اللي بتفيد التوكيد وبتيجي بنون التوكيد، بيجي متصل بالفعل بتاع نون التوكيد. الفعل اللي فيه نون التوكيد بيبقى مبني على الفتح، الفعل اللي فيه نون التوكيد بيبقى مبني على الفتح. يبقى لام القسم بتيجي بعد القسم، بتيجي مع نون التوكيد، لكن لام التوكيد بتيجي في خبر ان، بتيجي في خبر ان، والفعل اللي بعديها بيبقى مضارع مرفوع، لكن الفعل اللي فيه نون التوكيد بيبقى مبني على الفتح. بيبقى مبني على ايه يا شباب؟ بيبقى مبني على الفتح يا مستر. طيب كويس، وزي ما قلنا عايزين نفرق كمان يا مستر سموحه، عايزين نفرق بين لنا هي ولنا فين.
لأن هي ولأن في لأن هي بتفيد الطلب، لأن هي بتفيد الطلب يعني طلب يعني امتناع يعني كف، بيطلب مني الامتناع لا تهمل، بيطلب مني الامتناع والكف عن الإهمال. التهمل ده مضارع مجزوم وعلامة الجزم السكون لأنه صحيح الآخر عشان دي لأن هي. لا تلعب بالنار، لا تسعى في الشر، لا تدعو إلى شر، لكن لأن فيا ما بتأثرش في الإعراب، الفعل المضارع بعدها مرفوع تساوي معنى مش، تساوي معنى مفيش. لا نحب المتكبر يعني مش بنحب المتكبر، مش بنحب المتكبر. لا أحد نقول إيه؟ لا يكره المؤمن أحدا يعني مش بيكره المؤمن أحد. الفعل المضارع اللي وراها فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع إيه؟ مرفوع. كمان مرة يا شباب نلخص اللي قلناه، الفعل المضارع بيتجزم بعد أداة جزم بتجزم فعل واحد، ايه هما مستر؟ لم أداة نفي وقلب، لما ولن هي ولام الأمر، ولن هي ولام الأمر. كل ده يا شباب بيجزم الفعل المضارع. وكمان يا مستر عندي أدوات بتجزم فعلين، أدوات بتجزم فعلين اللي هم أدوات الشرط الجازمة، أدوات الشرط الجازمة. قولهم لي يا مستر الأدوات الشرط الجازمة إيه هي؟ إيه هي أدوات الشرط الجازمة دي؟ اللي بتيجي في أسلوب الشرط، اللي بتيجي في أسلوب الشرط. أسلوب الشرط بيتكون من أداة شرط وفعل الشرط وجواب الشرط، وإذا علاقته باللي قبله علاقة نتيجة، علاقة إيه؟ نتيجة. جواب الشرط علاقته بما قبله علاقة نتيجة. إديني مثال عشان أفهم. أقول لك إن تخلص في عملك تحقق، إن تخلص تحقق، إن أداة شرط جازمة، تخلص فعل الشرط، تحقق هو ده جواب الشرط، علاقته بما قبله علاقة إيه؟ نتيجة. نستخدمها في البلاغة، في البلاغة نقول نتيجة لما قبلها، استخدمها في القراءة، إيه علاقة الجملة دي بالجملة دي؟ نتيجة. ليه نتيجة؟ لأنها جملة جواب الشرط، جملة جواب الشرط. نيجي بقى لأداة الشرط دي، أداة شرط جازمة، أداة شرط جازمة بتجزم كم فعل؟ بتجزم فعلين يا شباب. طب في أدوات شرط غير جازمة؟ قال لي في أدوات شرط غير جازمة اللي هم إذا ولو وكلما، دول أدوات شرط بس ما بيجزموش، ما بيجزموش الفعل المضارع. يلا بينا مستر نشوف مع بعض أدوات الشرط الجازمة. إن، متى، أينما، ما. إن، متى، أينما، ما، أيان، وأن، وأين، وحيثما، ومهما، وكيفما، وأي. وحيثما ومهما وكيفما وإيه وأي. يلا بينا نحفظ مع بعض يا مستر. إن، من، ما، مهما، متى، أين، أينما، حيثما، كيفما، أيان، وأنا، وأي. يلا سموحة تاني. إن، من، ما، مهما، متى، أين. قول معايا عشان تثبت في دماغك. إن، من، ما، مهما، متى، أين، أينما، حيثما، كيفما، أيان، وأنا، وأي. إن، من، ما، مهما، متى، أين. إن، من، ما، مهما، متى، أين، أينما، حيثما، كيفما، أيان، وأنا، وأي. كل دول يا مستر بيجزموا الفعل المضارع أو أسميهم أدوات، أدوات شرط جازمة. أدوات شرط جازمة بتجزم كم فعل؟ تجزم فعلين، تجزم فعل الشرط وفعل جواب الشرط. هات مثال. قال لي متى بتستخدم للزمان؟ متى بتستخدم للزمان؟ متى تتواضع يكثر. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. الفعل يأتي يا شباب، الفعل يأتي كان بيتكتب كده يأتي. أيوة اتجزم بحذف حرف الايه؟ بحذف حرف العلة، بحذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. إن بتفيد الربط بين جواب الشرط، تربط فعل الشرط بجواب الشرط. إن تنصروا الله، النتيجة ينصركم. إن تنصرون،
كان في نون هنا واتجزمت ينصركم، اتجزم بالسكون، يبقى ده فعل الشرط مجزوم وعلامه الجزم حذف النون، وده جواب الشرط مجزوم وعلامه الجزم السكون الظاهر. ان تفعل مجزوم بايه يا شباب؟ ايوه برافو عليكم، مجزوم بالسكون. تنل مجزوم بايه؟ اوعى تغلط الغلطه دي، اوعى تقول مجزوم بحذف حرف العله، لا ده حرف العله اللي اتحذف مش في الاخر، ده انا حطيت سكون وحذفت الالف لعدم التقاء الساكنين، يبقى علامه الجزم هي السكون لانه صحيح الاخر. ما بتستخدم لغير العاقل، ما بتستخدم لغير العاقل، ما تقدم من عمل تحاسب عليه. تقدم فعل الشرط مجزوم؟ اه مجزوم. ليه مجزوم؟ عشان دي اداه شرط جازمه، اداه شرط جازمه بتجزم كم فعل؟ بتجزم فعلين. تحاسب ده جواب الشرط زي ما قلنا في القراءة وفي البلاغة، يديني علاقته نتيجة، لكن في النحو يديني مضارع مجزوم، مجزوم بإيه مستر؟ مجزوم بالسكون لأنه صحيح الآخر. ما تفعلوا من خير يعلمه الله. تفعلون كان تفعلون يا شباب، راحت فين النون؟ جزمناها لأنه فعل متصل بواو الجماعة يعني أفعال خمسة، حذفنا النون منه، حذفنا النون منه، يبقى ده مضارع مجزوم على الجزم حذف النون. لما احذف النون اغطيه بواو الجماعه بالالف الفارقه. من خير يعلمه، يعلمه يعلمه، اخر الفعل ميم، يبقى ده مجزوم لان جواب الشرط وعلامه الجزم السكون. نكمل مع بعض يا شباب، نكمل مع بعض ونقول بقيه ادوات الشرط. ايان بتستخدم للزمان، أيان تطلب العلم تكون، فين أداة الشرط؟ أيان. تجزم ولا بترفع؟ أداة شرط جازمة يا مستر، بتجزم. تجزم كم فعل؟ تجزم فعل الشرط تطلبه. فين جواب الشرط؟ تكونوا. كان تطلبون، كان تكونون، يبقى ده فعل مضارع واتصل بواو الجماعة، يبقى من الأفعال الخمسة. أجزموا بيه يا شباب، برافو علينا، بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، لأن ده فعل الشرط وده جواب الشرط. أيانا تحترم الناس تسعد بينهم، أيانا أداة شرط جازم، تحترم مجزوم بالسكون، تسعد برضو مجزوم بالسكون. أنا بتستخدم للمكان، أما الأيان للزمان، يبقى أيان بتستخدم للزمان وأنا بتستخدم للمكان، هي وأين وحيثما، يبقى أنا عندي ثلاثة للمكان، أن وأين وحيثما، أن وأين وحيثما، أن وأين وحيثما، بيستخدموا اللي دول للمكان، لكن أيان للزمان يا مستر. أمال ما لغير العاقل يا مستر. أمال إن لربط فعل الشرط بجواب الشرط، الربط جواب الشرط بفعل الشرط. طب متى يا شباب؟ كنا بنقول حيثما واين وان، الثلاثه دول بيفيدوا المكان، بيستخدموا للمكان. ان تشكر يزدك، ان تجالس تستفد، ان يكثر الماء ينتشر، اين تنظر تجد اثار، حيثما تتوكل يرزقك، حيثما ترتحل يجد. كل الافعال اللي قدامنا دي يا شباب مجزومه. طب ليه مجزومه؟ لانها فعل الشرط وجواب الشرط، فعل الشرط وجواب الشرط، وهتتجزم بايه؟ هتتجزم بالسكون لانه صحيح الاخر. والتلات ادوات دول ان واين وحيثما بيستخدموا للايه؟ للمكان، لكن ايان ومتى تستخدمان للزمان. مهما تستخدم لغير العاقل، زي ما برضو بتستخدم لغير العاقل. مهما تقرا القران تاخذ اجرا، مهما تقرأ القرآن تأخذ أجرا، مهما تخلص في عملك تجد ثمرة طيبة، مهما تقرأ تأخذ، مهما تخلص تجد. الاثنين يا شباب الفعل الشرط وجواب الشرط الاثنين مجزومين وعلامة الجزم السكون. مهما يا شباب، مهما بتستخدم لغير العاقل، مهما تقرأ القرآن تأخذ أجرا، مهما تخلص في عملك تجد ثمرة طيبة، يبقى تقرأ مضارع مجزوم وتأخذ برضو مضارع مجزوم، تخلص مضارع مجزوم وتجد مضارع مجزوم. من بتستخدم للعقل، من يتقي الله يجعل له مخرجا، من يزرع خيرا يحصد خيرا، فين فعل الشرط؟ يتقي يا مستر، صح كده،
اتجزم بإيه يا شباب؟ برافو علينا، اتجزم بحذف حرف العلة، حذفنا الياء وعوضنا بالكسرة، يجعل ده جواب الشرط اللي هو النتيجة لما قبله، مجزوم وعلامة الجزم السكون، يزرع مضارع ماله يا شباب، مجزوم يا مستر، مجزوم بإيه؟ بالسكون، ليه؟ صحيح الآخر، وقع فعل الشرط، يحصد هو ده النتيجة، هو ده جواب الشرط، برضو مجزوم وعلامة الجزم السكون. كيفما بتستخدم للحال، كيفما بتستخدم للحال، كيفما تعامل الناس يعاملوك. حد شاطر يقول لي يعاملوك ده ينفع جواب شرط؟ اه مستر، لأن النتيجة يبقى ده الجواب. طب ده مجزوم، اه مجزوم، فين آخر الفعل الكاف؟ قال لي لا، الكاف دي ضمير مش عايزها، آخر الفعل اللي هو اللام اللي دخلت عليها واو الجماعة، يعاملونك، يعني في نون محذوفة يا مستر، يبقى ده جواب الشرط مجزوم بحذف النون. تكونوا، تكونون، تكونون، اتجزم بحذف النون. يولى، كان بيتكتب كده يا مستر، يولى عليكم، يولى مضارع معتل الاخر، معتل الاخر بالالف، احذف الالف وعوض بالفتحة، يبقى مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. نيجي بقى للقصة الكبيرة بتاعتنا، اي، ودي في رأيي اهم اداة شرط عندك السنة دي. ليه؟ بتخلي الممتحن يلعب معاك زي هو عايز. الوحيدة، الوحيدة اللي بيجي بعد بعدها اسم هي اي، ركز معايا، ركز معايا، اي اداة شرط جازمة بتجزم كم فعل؟ بتجزم فعلين. اي بيقول لك بتبقى معناها بحسب ما تضاف اليه، يعني اضيفت للعاقل او لغير العاقل او للزمان او للمكان. ازاي يا مستر؟ اي طالب اضيفت لعاقل، اي كتاب اضيفت لغير عاقل، اي يوم اضيفت لزمان، اي متحف اضيفت لمكان. يبقى ممكن تفيد المكان، اي متحف تزوره تستمتع به، ممكن تضاف لزمان، اي يوم تخرج فيه اخرج معك، ممكن تضاف لغير عاقل، اي كتاب، اي ايه؟ كتاب لغير عاقل، اي طالب تضاف للعاقل. لاحظ وراها، بعدها 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 اسم، بعد اي بيجي اسم، ويتعرف دايما مضاف اليه مجرور، بعد اي وانت مغمض مضاف اليه مجرور، مضاف اليه ماله يا شباب؟ مجرور يا مستر، مضاف اليه مجرور، يبقى بعد اي مضاف اليه مجرور. طب وفين فعل الشرط؟ اهو يجتهد. فين جواب الشرط؟ يتفوق. فين فعل الشرط؟ تقرا. فين جواب الشرط؟ تستفد. فين فعل الشرط؟ تخرج، اخرج، تزوره، تستمتع، وتجزم الفعلين عادي خالص. بس هنا بتستخدم للعاقل عشان كلمة طالب، هنا بتستخدم لغير العاقل عشان كلمة كتاب، هنا بتستخدم للزمان عشان يوم، وهنا بتستخدم للمكان. يبقى بعد أي، أي بعدها اسم يتعرب مضاف إليه وبتجزم فعلين، وتيجي بمعنى المكان أو تيجي بمعنى الزمان أو تيجي بمعنى العاقل أو بتيجي بمعنى الغير العاقل. أيوه مستر، فيت اتانسيون، انتبه، بي كيرفول، كن حذرا، انتبه، اتنشن يعني، يلا بينا، انتبه. الفعل المضارع الاجوف قال، يقول مضارع اجوف، باع يبيع مضارع اجوف، عند جزمه يجزم بالسكون ويحذف منه حرف العلة، زي ما قلنا ينال تبقى ينل، يبيع تبقى يبع، يقول تبقى يقل، ويصوم يا شباب فعلا تبقى يصوم، ويصون، يصن. لعدم التقاء الساكنين تحذف الايه؟ الالف. اذا ادغمت ان الشرطيه، خلي بالك، مع لا النافيه تظل جازمه، تظل جازمه، زي ايه؟ افعل الخير والا تندم،
إلا تندم. يبقى إلا هفكها، هفكها إن الشرطية زائد لن نافية. تجزم؟ أو تجزم. يبقى تندم فعل مضارع مجزوم. من أدوات الشرط غير جازمة إذا ولو كلما ولما الحينية، بكل دول ما بيجزموش الفعل المضارع. عايزك تركز على حاجتين، أن زائد لا تنصب المضارع، ألا أحب ألا تهمل دروسك، الهمزة مفتوحة تنصب المضارع. لكن إن زائد لا بتجزم إلا تنصروه فقد نصره الله، فقد نصره الله. كمان مرة يا شباب، مهمة المعلومة، بيلعب بيها في الامتحان، بيلعب بيها مستر، بيلعب بالكلام اللي بقوله لك ده. أن دي حرف نصب، طب وماله يا مستر؟ ما يجيبهاش، يجيب لي ألا. ألا دي عبارة عن إيه؟ قال لي عبارة عن أن زائد لا. يبقى أن زائد لا بتساوي ألا، ودي بتنصب المضارع. هات مثال. أحب ألا تهمل واجبك، أحب ألا تهمل، حط الهمزة مفتوحة وفتح اللام كده ألا وشددها، بعدها مضارع منصوب. لكن إن زائد لا بتساوي إلا، ودي بتجزم المضارع، تجزم. اجتهد وإلا ترصب، وإن لا تجتهد ترصب، ده معنى الكلام، وإن لا تجتهد ترصب. وبهنا يا شباب زي ما عارفين مع بعض كلنا في منصة نتعلم مع بعض، هنتعلم ونشرح ونفهم ونذاكر ونصمم نحقق أهدافنا وفي درجات هتشرفنا إن شاء الله. نلتقي في فيديو جديد مع تدريب